شاهد الأرقام الموجودة في اللاعبين الأكثر تسديدا في الدوري، أشاهد السومة بعيد رقمه بعيد، بس نسمع معنا المشاهد رقمه 26 في عملية التسديدات ب 13 تسديدة، الأول تاليسكا ب 35 تسديدة لأسباب أحمد. السومة في من الموسم الماضي للموسم هذا ما هو في الصورة اللي زي ما كان فيها قبل كذا. السومة الأسباب يمكن كثرة الإصابات، العامل الذهني أتوقع عند السومة يسبب شكل ضغط كبير على اللاعب، فأعتقد أن اللاعب عدم المواصلة في مباريات ورتم مباريات أثر برضو على تركيز اللاعب، فأعتقد أن السومة لا زال يحتاج الوقت حتى يتعافى من ويرجع للطريق اللي هو كان معودنا عليه. كابتن يوسف، أنت طالب اليوم التمركز الجيد للسومة، وكان في نقاش بيني وبينك على تحركه وتمركزه وأخذ المكان الصحيح، فكرة وين؟ نعم عمر، السومة هو لاعب جد متميز في حالة التمركز، دائما يهرب من رقابة متاع السناترة، عامة التمركز متاعه يكون بين الظهير وبين السنتر، يظهر يبعد من رقابة وتكون عنده الأسبقية في التحرك في البوكس، ومع القوة الجسمانية متاعه مع طول القامة فدائما يكون فعال، وهذا يظهروا عدد الهائل من الاجوال اللي سجلها اللي ناتج على جد معناها ذكي في التمركز خاصه في منطقه العمليات ومع الدقه في التنفيذ.